عاملين ايه يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وفي سعادة وفي هنا. النهاردة هنعمل ايه؟ عايزين نشوف طاقة الشريك، وعايزين نعرف هو كيف يعيش في البعد. هل حياته مستقرة بعد ما سابك؟ مشغول في شغله؟ عنده نجاحات؟ عنده فشل في حاجة معينة؟ خلينا كده نشوف عايش ازاي في البعد، ولو عنده اسرار خلينا نكتشف. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الكروت الحلوة دي، يبقى معانا مجموعتين. اوكي، او الحجر الاصفر ده تمام، او المجموعة التانية بالكروت دي، او الحجر الاحمر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أصحاب المجموعة الأولى، أنا هخلي طبعا الإيه الأحرف في صندوق الوصف. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة خلينا ناخد طاقته. أصحاب المجموعة الأولى ناخد طاقته. التين أوف وانس نزلت مقلوبة. شفت اصلا نزلت ازاي؟ كانت واخده براولي كده في الهواء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني واضح ان هو طيب، طاقه الشريك اصحاب المجموعه الاولى. يا نهار ابيض. اوكي، هو بص، انت شايف الكروت عماله تقع. طب انا مش عارفه المفروض اخدها ولا اعمل ايه. طيب، ما علينا. بص يا سيدي، الشخص ده لو هو متزوج، وانت عارف ان هو متزوج، هو تعبان في هذا الزواج. هو لو هو طول عمره شايل المسؤولية وساكت ومش راضي يتكلم مثلا، وعارف ان هو عنده مسؤوليات كتير، وان مثلا الزوج او الزوجة دي بتستغله وبتاخد منه فلوسه بالشكل ده، هو خلاص ما بقاش قادر يستحمل. التينوفونس مقلوبة. هو مش قادر، يعني هو واضح ان هو شايل شيلة اقوى او اكتر من شيلته، فهو مش قادر يستحملها. هو مش يعني هو في طاقة الكينج اوف بنتكلز، هو شخص مش متملص من المسؤولية، بس هو خلاص ما بقاش قادر يستحمل. كويس كويس. برضو عندي اشارة لي، ممكن يكون الشخص ده مختفي عنك على فكرة، مش مبين لك ان هو عايش في مشاكل، مش مبين لك ان هو عنده تحديات او عنده مشاكل مادية او عنده مشاكل في الجواز. ده ممكن يكون الشخص ده مش مبين لك اساسا هو عنده ايه. كويس. ممكن يكون على فكرة ابتدى يهتم بالجزء الروحاني منه. الشخص دوت عارف ان هو ظلمك، عارف ان هو خذلك، عارف ان هو طعنك في الظهر، عارف ان هو خانك، خان العهد، خان العشره، خان الوعد، خان الوعد بالجواز، خان. وفي وسط ما هو خاين، هو عارف ان هو خاين، وهو بيعيش الكارما الان. بص كده الكروت دي. هو يعيش الكارما الآن. هو كل حاجة في حياته متلخبطة، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، والدنيا متدمرة. هو على فكرة تعبان جدا، مأذي جدا. ولو انت عارف ان هو متجوز، هو زواجه غير مستقر بالمرة. لو هو مش متجوز، العيلة بتاعته بس عنده مشاكل مع أبوه، عنده مشاكل مع أمه، وعمال يبص على العلاقة معاك إن هي كانت أصلا دي ده كانت أمنية حب بالنسبة لي. يعني العلاقة معاك
انت طالع في طاقته يعني، فاهم؟ انت العلاقه معاك هو كانت امنيه حب بالنسبه له، هو كان بيعشقك بيحبك جدا، الشخص اللي طول عمره كان بيحلم يبقى بيه، يبقى يحلم يبقى معاه، بس هو شايف نفسه ان هو كان قاعد مربع في العلاقه كده، ما كانش بيعمل حاجه. سعيد جدا ومنشكح ومبتسم وفتح صداقه كده، بس هو ما عملش حاجه، قاعد في مكانه ما عملش حاجه، بالرغم من انجذابه الشديد قوي ليك. ولو هو راجل يعني، هو بصي كده فظيع كده، مش يعني شايفك قمه الانوثه وقمه الجمال، هو عنده انجذاب رهيب يعني، عارف اللي هو ايه، الهارموني اللي بينكو والكيمياء اللي بينكو هو بيستشعرها وبيحبها ومدمن عليها. بس هو الشخص ده كان عايز العلاقة دي في السر، ويمكن انت رفضت، انا لسه هشوف موقفك ايه، بس في طاقة المون هو كان العلاقة دي كان عايزها في السر، العلاقة دي ما كانش ينفع تظهر للعلن. هو في طاقة الكينج اوف بنتكلز، عايز يخلي الطاقة دي في طاقة المون اللي هو كده. الشخص ده عنده حد من يعني، بص بص مش عارفة انت شايفة، شايف العقربة اللي في الصورة دي، في عقربة في حياته يمكن هو ما اكتشفهاش، او هي ابتدى يكتشفها، او ابتدى تطلع على السطح كده، بس واضح ان هو متغفل يعني فيها يعني، هو اللي هو عارف اللي هو ايه، عارف الناموسة لما تقرصك، انت مش شايف الناموسة بس حاسس بالقرصة، حاجة كده. ومن كتر ما انت مش عارف تمسكها ومش عارف تشوفها، هي ابتدت تتعامل بطبيعتها، فواضح ان هي طلعت على السطح، هي هو هيشوفها قريب لو لسه ما شافهاش. بس طاقته صعبة جدا على فكرة، ده غير ان هو بيعيش الكارما، هو كمان مش قادر، الدنيا عنده مش مستقرة في الجزء المادي والجزء العائلي يعني. بص من طاقته كده احنا عرفنا كل حاجة، خلاص ممكن ما نكملش القراءة. طيب طاقتك انت ايه يا حلو؟ اصحاب المجموعة الاولى الحجر الاصفر، طاقتك انت ايه يا حلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيفن اوف بنتكلز يا ولد، السكس اوف وانز، السيفن اوف ايه دي بقى، سوردز، الثري اوف كابس، الكوين اوف كابس، الكينج اوف كابس، الديل. طيب لو انت كنت في تحدي مع الشخص ده، انت اللي انتصرت. لو هو كان بيتحداك او واقف كده قصادك، بس واضح ان هو كان واقف قصادك بايه بقى، انت بافكارك اللي تاكل عيش، اللي تنفع، الحلول العمليه، وهو كان بيتحداك بافكار باليه قديمه، عم يعني مثلا عمال يتكلم كده على لسان امه، اللي هو ايه، انا لازم اتجوز بنت خالتي، اصل انا لازم للعيله مش عارفه مالها، الحاجات اللي هي ما بتاكلش عيش دي. لو انتوا كنتوا قاعدين تتحدوا بعض وازاي هتمشوا العلاقه دي، انت اللي انتصرت. طب هل شايف يعني هو الشخص ده، هل شايف ان انا انتصرت؟ هو شايف ان انت منتصر عليه وانتصرت على العيبه. بص هو كان في طاقه، هو عندك في طاقه السيفن اوف سول، هو كان بتاع العيب، بتاع حوارات، علشان كده هو بيعيش الكارما، والكارما دي خاصه بطرف تالت، الكارما دي خاصه بطرف تالت. يعني هو مثلا ضحك عليك ان هو مثلا ما قلتليش ليه يا بيبي ان انت متجوز، والله ما جاتش فرصه، عارف انت الناس دي. فهو واضح ان هو كان عنده العيب خاصه بالطرف التالت، او توريطه ما ان هو كان عايز يورطك في علاقه ثلاثيه، وانت ما وافقتش ورحت منتفض لنفسك وانتصرت، وعمال دلوقتي تتفرج على نتاج صبرك. انت هنا في السيفن اوف بنتكلز انت زرعت كتير، خلاص، فانت اخدت نتاج زرعتك ديت، انتصار
وعزة وكرامة. بص يعني بص ظهره مفرود ازاي كده على الحصان، بص الناس كلها عمالة تحتفل بيه، بص التاج اللي على راسه، بص العزة والانتصار والقوة اللي هو فيها، هو في قمة الكرامة والعزة ولحب النفس والانتصار للمبادئ، وعارف اللي هو اهم حاجة عندي كرامتي، اهم حاجة عندي صورتي الذاتية، اهم حاجة ان انا بنام على السرير كده وانا في نعمة وفي مرتاح. كويس. على فكرة انت بتحبه جدا وهو كمان بيحبك جدا، انتوا توائم، في هنا طاقة للتوائم، ان الحب اللي هو الايه العشق، الحب، الطاقة الجسدية مع الحب اللي هو احلى ميكس حب في حياتك، يبقى الاتنين سوا. بس انت انتصرت على الافكار القديمة. مش عارفة ليه انا حاسة قوي الفترة ديت بفكرة سيدنا نوح وابنه، لما سيدنا نوح ركب السفينة وخلاص ان هو هيخش في مرحلة جديدة والارض هتخش في مرحلة جديدة وهيخشوا في عصر جديد، كان ابن سيدنا نوح قاعد يقول له لا انا هطلع الجبل، لا ما تخافش عليا، اصلا انا ليا العيب، اصلا انا ليا كذا، اصلا انا هتصرف، اصلا انا مفيش مكان تتصرف فيه على الارض لو انت مش هتلتزم بامر الله، الارض بتنتفض، يا هتبقى صح مع الناجين يا هتبقى غلط مع الهالكين، مفيش ان بتوين والله. فالشخص ده بيبتدي يبطل ايه بقى، انت انتصرت على العيبه. طيب خلينا نشوف طاقة العلاقة ايه. الكروت بتتطاير. الناين اوف دي ايه بقى، ناين اوف وانز. التاور. الله الله الله، التاور نزلت تحت السيفن اوف سورز. انت هزمت العيبه، انت هزمت مخططاته، انت هزمت خططه، هو كان عامل عليك استراتيجية كده، انت هزمته. الويل اوف فورتشن، التو اوف بنتكلز. انا ما خدتش كارت هنا ليه؟ تقريبا اكتفيت بالكوين والكينج اوف كابس. طيب ما عليك. اول حاجة ربنا يكرمك، والله ربنا يكرمك ويعزك وينصرك ويقويك يا رب. يا روبن والله ليه بقى؟ اول حاجة ان انت برغم حبك وبرغم العلاقة وبرغم الانجذاب انت رفضت وابتديت تحارب العيبه وتقول له لأ. انت عارف ان انا شفت، انا شخصيا شفت في حياتي كتير قوي مثلا ايه، عيلة مثلا تتجوز عيلة، ما طبيعي العيلة تتجوز عيلة، يعني اقصد ممكن مثلا واحد عايز يتجوز واحدة كويس، والشخص ده من مثلا من عيلة معينة، من اصول معينة، من كذا معين، فليهم اسلوبهم في الحياة خلاص. هل الاسلوب ده يرضي الله ورسوله؟ مش في كل الحاجات كده فاهم. فالبنت اللي داخلة العيلة ديت كويس، بالاخص البنات بيبقوا عايزين ايه، يطوعوهم، يكسروهم، يمشيهم على العجين، بيذبح لها القطه، بيذبح لها الفرخه، بيذبح لها البطه، بيذبح حاجه معينه كده علشان يسيطر عليها، فتنسى هي مين وبنت مين وتربت ازاي واللي هو ايه، هي كده بتطيع ربنا ولا بتطيع مين بالظبط. طب ما احنا طبيعي ان انا اطيع جوزي، ده اصلا من مبادئ الاسلام صح، بس هطيعه في الغلط، هطيعه ان انا اقطع امي، هقطع اختي، هقطع كذا، هقطع كذا كويس. ففي ناس كتير قوي تقول لك اصل انا عايز اعيش، حتى لو قال لي مش هشوف اهلي خلاص مش مشكله. هو ايه اللي مش مشكله؟ ده صله الرحم، ده هم اللي مربوك، ده هم اللي تعبوا عليكي 20 30 سنه عشان يطلعوكي اصلا من البيت دوت معززه مكرمه عروسه محترمه.
اعمل ايه؟ طيب اصل هو بيقول لي ما اشوفش اخويا علشان انا مش عارفه ما بحبهوش. ما تولع، ما تحبهوش على فكره، كان ده اخويا انا. المهم، ففي ناس كتير قوي ايه كانت بتقبل، كانت بتتكسر وبتتحط كده في السياج وتمشي كده على العجين ما يلخبطهوش، ولا معرفش بيقولوها ازاي. خلاص انت يا معلم رفضت السيطرة، انت شخص اصلا عندك كبرياء وكرامة وثقة بالنفس وعلى حب ربنا، انت عارف الصح من الغلط، انت مش مذبذب، مش متردد، مش على كل لون يا باتيستا، اذا احسنوا الناس احسنت واذا اساءوا اسأت، لا انت مش كده. فانت لما كنت واضح زي الشمس انت كسرت ألعابه، انت هزمته، وهزمته هزيمة نقراء. ممكن هو طول عمره في حياته كان بيعمل ألعاب، انت هزمته. ونوت اونلي بات اولسو هزمته ونسفت افكاره القديمة، ويعني خدت بطار ناس كتير قوي. ممكن يكون ربنا جاب النصر على ايدك على بسبب ناس كتير قوي. الشخص المتلاعب الكذاب انت عمره ما تكون بالنسبة له اول ضحية. مش ضحية، دي مش لازم علاقة حب، ممكن تكون ضحية عمل، ضحية شغل، ان هو كان شخص وصولي كان بيدوس على اي حد عشان يوصل لمصلحته. انت هزمته وهزمت افكاره وخليت البرج العالي دوت بقى شوية تراب في الارض ولا يسهو، وقعتهم كلهم. بص كده وانت واقف معلم منتصر، ربنا يعزك ويكرمك ويقويك ويثبتك. اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات، اللهم امين. كويس قوي 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 قوي. انا طاقتك يا معلم وصلاني، وانا اصلا شخصيا فرحه. طيب العلاقه دي علاقه قدريه، عشان بس ايه نجيبها على بلاطه كده. وكان انت يعني انت الوحيد اللي كنت قادر تتعامل مع العيب الشخص ده. واضح ان الشخص ده زي ما بقول لك كان عنده ضحايا كتير، او عارف اللي هو القاتل المتسلسل، ولا معرفش اسمه ايه. هو طبعا لا مش قاتل ولا حاجه، انا بهزر، انا بقول بس ان هو كان ليه ضحايا قبل كده كتير، مش شرط ضحايا في الحب، هو اصلا ضحيه، يعني هو اصلا ضحيه العيب وافكار المجتمع اللي هو فيها. طيب ايه كمان طاقه العلاقه؟ ايه اصلا ان انت اصلا حاطط له 100 حد، وحد بيقول لك لحد هنا وكاتش كده، انت عامل له بقى القط ده، انت عامل له الحاجز، انت عامل له اللي هو انت حدودك لحد هنا وعلى الله تعديها، وقف له في منتهى القوه. فهو واقف يراقبك بقى. عارف اللي هو ما هذا الشيء، هو عمال يبص عليك كده، عمال يراقبك وماسك فيك، وعمال وحتى لو عنده طرف تالت هو اصلا ورا ظهره، هو عمال يراقبك انت وشايفك ان انت اللي في ايده، انت الفرصه، انت الدنيا، انت المستقبل، انت الحب، انت كل حاجه. ايه ده، هو ما كرهنيش بعد الموقف اللي عملته؟ لا بالعكس، ده انت كبرت في عينه، انت عملت اللي هو ما عرفش يعمله طول حياته. فهو دلوقتي عمال يبص عليك ما هذا الشيء فعلا، اللي هو انت من انت؟ يعني انت ازاي عملت كده يا ابن اللعيبه؟ عارف جده لما نزل فجاب جون في دقيقتين وهوبا يلا طلع جاب جون خدنا الكاس؟ بالظبط هو شايفك بقى كده ايه، مارادونا في نفسك. طيب ايه كمان؟ لما انت هزمته وهزمت افكاره، عرف قد ايه هو صغير في البيجو فوند، ان هو كان طفل وصبي وصبياني وافكاره قديمه وطفوليه. الشخص ده ما كانش عنده نضج بربع جنيه. الربع جنيه اللي احنا اصلا ما بقتش نشوفها من سنين كده، هو اصلا ما كانش عنده حتى النضج ده، كان هو بيمثل افكار مجتمعه. فانت الوحيد اللي كنت قادر تحطه عند حده. عارف لما بيقولك ايه اللي فرعانك يا فرعون، ما لقيتش حد يلمني، انت بقى الشخص اللي انت اللي لميته. انا معجبه بيك جدا، هقعد هقعد اقول فيك اشعار ولا ايه؟ طيب والله ربنا يا رب ينصرك ويثبتك يا رب، اللهم امين. هو طول عمره كان عمال يتجنجل معاك، ما كانش عارف ياخد معاك الخطوه. وعلى فكرة كل حاجة في العلاقة دي بتحصل بقدر الله. يعني ايه؟ يعني دخولك في حياته قدر، وخروجك منها قدر، فكرة ان انت تنتصر قدر، فكرة ان انت ربنا يلهمك ازاي تنتصر ده قدر، فكرة ان هو بيعيش الكارما الان ده قدر.
فكرة ان هو ما بقاش يستحمل العيب الشخص التالت او العيلة او كذا، ده قدر. كل حاجة في اللوحة الروحانية دي قدر، والله اعلم. طيب تعالى كده ناخد اوراكل نشوف هيقول لك ايه. بيقول لك time to decide make a decision based on your heart's true desire. بيقول لك خد القرار النابع من الرغبة القلبية وقلبك بيقول لك ايه. بيقول لك اسمع لقلبك. يوجا. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. بيقول لك مارس التأمل، مارس الروحانيات. لو انت ما بتتمرنش اتمرن. انا بقالي كتير قوي ما بتمرنش، وكل شوية الكارت ده يطلع لنا شخصيا وشوية وهزقني، يعني لو انزلي الجيم بقى كفاية كده يعني. ما والله مش عارفة، حاسة ان انا الطاقة كانت تقيلة قوي، فكنت حاسة ان انا محتاجة ارتاح. عارفين انتوا الجو ده. طيب عايزة اقول ايه، ناخد بس كارت كمان. child، انت عندك عشق للاطفال وهم كمان بيستجيبوا جدا للحب اللي انت بتدهوله. بيقول لك كل الاطفال، حتى طفلك انت الداخلي، حتى انت نفسك يعني على المستوى الشخصي، بتحتاج الحب وبتحتاج الاهتمام وبتحتاج الطبطبة. فاحنا بنساعدك ان انت تفتح قلبك وتعطي وقت اكتر وانرجي اكتر للاطفال اللي هم محتاجين لك اساسا، سواء طفلك الداخلي او اي طفل عندك. لو انت مثلا عندك ابن اخت، بنت اخت، حد في العيله، اطفال، ابن الجيران، حتى ابن الجيران ده المفروض يكون طفل يعني. بيقول لك اهتم بالاطفال كويس، وانت اصلا بتلاقي نفسك مع الاولاد الصغيرين. طيب تعالى بقى يا معلم نشوف. بيعيش حياته ازاي دلوقتي، مع اننا ما شاء الله شفنا يعني، بس وباين في طاقته يعني، اللي هو اصلا هي مش حاجه داخل عليه، هو بيعيشها دلوقتي. بس خلينا نشوف برضو اكتر تفاصيل اكتر، كيف يعيش حياته الان. هل هو في استقرار؟ هل هو بينعم بالراحه البال والهدوء، ام هل عنده تعب ما، الم ما، مشاكل، عنده تغييرات؟ يعني ماذا يحدث في حياته الان وازاي بيعيش؟ النايت اوف سورد، النايت اوف واند، الايت اوف وانز، الفور اوف كابس، الكوين اوف بنتكلز، التن اوف بنتكلز. هديله الدبل. اول حاجه هو شخص عصبي جدا 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 جدا، ومولع في كل اللي حواليه، وبقى شخص مستفز، ومفيش ربع كلمه بيعديها. لو ما في كلمه اتقالت ما عجبتهوش بيعمل مشكله، حتى لو ما حد اللي قدامه ما قالش برضه بيعمل مشكله وبيصب غضبه على اللي حواليه. كويس. شخص متهور جدا، عصبي جدا، مودي جدا، اللي حواليه اصلا مش فاهمينه، ايه يا ابني مالك في ايه، طب كبر، حد يكبر يا جماعه في ودنه يا جماعه كده. عنده طاقه جسديه عليك عاليه جدا، كل اللي هو يعني هو مثلا لو هو عايش ازاي، هو عايش غيران عليك، عايش غيران عليك، عايش مهووس، عايش هو انت عارف انا بخاف ابص على الكارت بتاع ديفن شغل عيال معلن، والله بخاف ابص عليه. طيب معلن، بحس ان هو دلوقتي تعبان، غيران، عصبي، فغضب. كويس. يعني الديفل والنايت اوف سورد اللي هو شايط في كل الناس، فده عامل له مشاكل. يعني حتى لو هو اللي هو بقى ايه، عارف ان القشه اللي قصمت ظهر البعير، هقول لك ايه القشه ديت، بس هو دلوقتي عنده حاجه معينه قسمت ظهره، فهو ابتدى بقى ايه يطوح في كل الناس اللي حواليه. عارف
عارف ايه؟ عارف الكوبايه لما بتتكسر فبتبقى الادجز الحواف بتاعتها حاده بتعور، هو دلوقتي مكسور فهو فعلا بيعور كل اللي حواليه، عمال يقول لهم انا تعبان هو محدش بيحس بيا وانا هفضل اشيل المسؤوليه دي لحد امتى، ده انا بعمل اللي عليا واللي مش عليا. فهو لو هو كان طفل كده بقى بريء في كل العلاقات اللي حواليه، هو ابتدى يتمرد. ايوه هي دي، هو ابتدى يتمرد على كل اللي حواليه. خلاص نفسه يكلمك بس عارف ان انت هترفض، وفكرة بقى ان انت رافض دلوقتي وان انت واقف له وان انت حاطط حدود، الموضوع ده تعبه جدا 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 جدا. هو اصلا كان كل الالعاب والسحر مدحت اللي كان طالع بيها ديت علشان انت ما ترفضهوش، فهو كان ايه عمال يدحلب لك كده في العلاقة بشكل ان انت ايه تتورط وتلاقي نفسك متورط في علاقة ثلاثية وخلاص بقى خلينا نمشي كده وخلاص، زي ما هو الناس كلها او معظم الناس او الناس الضعيفة خلينا نقول كانوا بيعملوا، زي الحدوتة اللي انا حكيتها لك من شوية. ففكرة ان هو ان انت بقيت رافض حبه ورافض تصرفاته ورافض تبقى معاه في العلاقة، هي دي القشة القسم ظهر البعير اللي خليته متعصب وغضبان على كل اللي حواليه. هو شايفك دلوقتي بطاقة الكوين اوف بنتكلز والتين اوف كابس، بمعنى ان انت اللي استاهل اكون معاك، انت شريك الحياة، انت الحب، انت الاستقرار، انت المستقبل، انت الاسرة اللي بحلم بيها، انت السعادة، انت نفسي اجيب منك عيال، انت ما كنتش طالب مني حاجات كتير على قد ما انت كنت طالب استقرار اونلي، يعني اونلي خالص، بس انت مش طالب منه حاجة كتير، حتى دي معرفش يعملها. فهو غضبان غضب رهيب، هو غضبان غضب رهيب. عشان كده على فكرة هو مختفي، هو مش عايز يبين لك ان هو ضعيف وان هو عصبي وان هو عمال شايط في كل الناس وهو عنده استقرار، ما عندوش استقرار في كل حياته. طب ايه هو اللي مخبيه اكتر عنك؟ عايزين نعرف اسراره. الاس اوف بنتيكلز مقلوبة، لافرز، السيفن اوف ايه دي وانز، الفايف اوف كابس. مش بيكتبوا البتاع، بيقعدوا اقعد افكر هما كارت انهي واحد بجد، معلش معلش. الاس اوف سورد اللي هو مخبيه عليك، اول حاجه ندمه الشديد وكسره قلبه واسمها ايه اطلع يا عم، وان هو بقى مدلدل راسه كده على كميه الندم والحزن والاسى. على فكره هو بقاله كتير قوي في الطاقه دي، هو مش ندم عليك امبارح مثلا ولا هو ندمان عليك بقاله فتره ومش عارف يصلح معاك ازاي. كويس. في حد عنده حرف الاس في اسمه؟ سمر، سميره، سامر، حاجه بالمعنى ده. هو تعبان قوي وندمان، هو مش عايز يقول لك ان هو قد ايه تعبان وندمان علشان هو كان على طول طالع في طاقه البرانس والكينج. فكرة ان انت بقيت صده وبتحمي نفسك منه تعباه جدا. ازاي بتحمي نفسك؟ ده انا حبيبك، ده انا شريكك، ده احنا اللوفرز، ده احنا الحب، ده احنا الانسجام، ده احنا ده انت الوحيد اللي انا اعرف احكي معايا، انت الوحيد اللي اعرف اشكيله همي، انت الوحيد اللي انا يعني اعرف اتعرق قدامه. على فكرة في نقطة خلي بالك منها، فكرة التجرد من الملابس ده يعني مختلف تماما عن التجرد النفسي. يعني انت شايف الشخص ده من جوه وشفت عيوبه وشفت مشاكله وشفته كده، وانت ابتديت تحط لها حد وحاجز. الشخص دوت ممكن ما كانش عنده مشكلة ان هو مثلا مش عنده مشكلة، يعني ممكن الواحد يبقى عنده ان هو يبقى عريان قدام الشخص اللي قدامه نفسيا، وانت شايف طفله الداخلي وشايف ان هو قد ايه ان هو مثلا كان تم ايذائه وكذا او هو صغير. هو
شايف نفسه قدامك كده، ان هو بقى متعري قدامك، انت شايف حقيقته قوي، بالرغم من الشبورة اللي عاملها، بالرغم من الهليمان اللي هو كان عامله، ان هو السبع رجالة والكاريزما والابو دم خفيف وكذا، انت شايفه من جوه، من اسراره اللي هو مش عايزك تعرفها، ان هو حاسس ان هو فقد الفرصة معاك. ولو هو باعك عشان فرصة مادية، المشروع بتاعه فشل. ولو هو رجع لطرف التالت عشان مصلحة مادية، الموضوع معاه فشل. ولو هو خد منك فلوس عشان يعمل مشروع مع شريكه ولا حاجة، الموضوع فشل. اي حاجة هو عملها فشلت، ده حتى الفرصة معاك فشلت. كويس كويس. هو نفسه يجي لك بكاس الحب، بس عارف ان انت مش هتوافق. فكرة بقى ان انا اضحك عليك بكلمتين وخلاص يا بيبي بقى، ما تزعليش يا بيبي بقى، ما فيش الكلام بيبي خلاص، ما بقاش بياكل معاها الكلام ده. حاسس ان انت صارم جدا، قاطع جدا، واضح جدا. حاسس ان انت بعد ما كنت بتديله الزرعة والخضرة كنت مورط كده في حياته، انت شلت طاقتك. ايوه انت شلت طاقتك منه، فانت لما شلت طاقتك منه هو اتلخبط. عارف لما انت تبقى ماشي في مشوار، ماشي في الصحراء على الجي بي اس، وفجأة الجي بي اس يعطل، وانت تلاقي نفسك نزلت من العربية واقف في الصحراء، مش عارف تخش، لا تخش يمين ولا تخش شمال، ولا تمشي على طول ولا ترجع، انت مش عارف تعمل ايه، وفقد البوصلة. انت كنت البوصلة بتاعته، وهو عارف ان انت عايز منه قرار. ده انت لو هتسمح له اصلا انك تسمع له، او حتى تدخل له حياتك عن طريق ان هو يكون واخد قرار وجاي يقول لك انا هتصرف 1 2 3 10 عشان نستقر في العلاقة، فهو حاسس دلوقتي بالرفض والندم، وان انت اصلا رافض تسمع له. وكمان ده انت اصلا رافض طاقته، انت حتى طاقته بتصدها. الشخص ده على قد ما اتفرعن، على قد ما هو وقع على الارض. على قد ما اتفرعن، على قد ما هو وقع على الارض. عارف فكرة ان هو حرفيا بالونة كده، فاهم؟ الشخص ده في صراع على فكرة، كبرياءه انهزم. طيب نواياه وخطواته، ناوي يعمل معاك ايه؟ نواياه وخطواته معاك وتجاه العلاقة، ناوي يعمل ايه؟ نواياه وخطواته. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوين اوف سورد، الهيرمت، السيفن اوف كابس، الكينج اوف واند، الستار. ناوي يعمل معاك ايه؟ هو مش عارف. والله معاك، هو بيحاول يتشافى، بيحاول يهدى، بيحاول يستجمع قوته بعد اللي هي اتمرمط وقعت على الارض دي، بيحاول يدور على النور. مش انا كنت لسه من شويه بقول لك انت كنت البوصله، انت كنت البوصله في حياه الشخص ده. هو دلوقتي بيحاول بقى يدور على بوصله داخليه كده يعرف يتحرك بيها، وعمال يدعي ربنا، عمال يقول يا رب ارشدني يا رب. على فكره الشخص ده حله الوحيد ان هو يتوب، حله الوحيد ان هو يتوب ويرجع لربنا وينكسر لله كده، ويرجع كل حق بقى لحقوق البشر اللي هو ممرمطهم حواليه. ده الشخص ده على قد ما كنت بقولك عامل زي كوبايه مكسوره، هو اصلا مجروح، عمال يجرح كل الناس اللي حواليه. شايفك في طاقه الكوين اوف سورد، انت شخص مجنب المشاعر وعايز العدل وعايز الحق وعايز حقي، وحقك فين يا معلم، واللي هو اقنعني ان انت ليه تبقى معايا في العلاقه. هو شايفك بالطاقة دي، اقنعني ان انت ليه تبقى معايا في العلاقة اصلا، ايه اللي انت هتديهولي تاني؟ في طاقة الكوين اوف وونز والكينج اوف وونز، انتوا توائم من نفس العائلة الروحية، وهو على فكرة بيحبك على كذا جانب، يعني بيحبك على المستوى انت شخص روحاني وكرياتيف ويعني اسمها ايه، مبدع، وبيحبك على شخص على مستوى العقل، المشاعر والحب اللي هي الكوين والكينج اوف كابس، بيحبك على مستوى اللوفرز، على مستوى الجسد، هو بيحبك من كل الاتجاهات. فانت اصلا
جواه، يعني انت اصلا بتجري في دمه. انت هو على فكرة صعب جدا يستبدلك او يطلع من العلاقة او يطلع من طاقتك او يقطع الحبل الاثيري معاك، هو ما يعرفش، لكن انت عرفت. فاهم حاجة؟ يعني انت قطعت الحبل من عندك، لكن هو مش عارف، هو اللي متعلق. واضح ان هو مش عارف اصلا يعمل ايه. فكرة رحيلك من العلاقة جرح كبرياءه بشكل. الشخص ده على فكرة كان متعود هو اللي كان يمشي من العلاقات، ففكرة رحيلك من العلاقة تعبه في أفكاره كده. الشخص ده مش عارف يعمل معاك ايه. طب معلش خلينا ناخد كده نصايح ليك بقى، نصايح ليك. بيقول لك باين حلاوتك، امشي كده زي الطاووس ويقول وقول انا حلو انا قمر. بيقول لك اهتم بشكلك، اهتم بحلقتك، اهتمي بشعرك، اهتمي بشكلك، اهتمي بلبسك، اهتمي بحجابك. يعني فكره ان انت اي لوك نايس، البس اللي تلبسه بس اطلع كده في الاخر اي لوك نايس. بيقول لك يعني باين حلاوتك. شوف نواياك انت ايه اصلا لحياتك وامشي وراها. set your intentions trust your wisdom. انت شخص حكيم جدا وانت اصلا بتمشي بارشاد الله، فبيقول لك خليك واثق في ربنا وخليك واثق في الارشاد اللي بيجي لك. كده احنا خلصنا يا حلوين. اتمنى انها تكون طاقة موفقة بردت قلبك شوية. عرفت ان الله عدل وان الشخص ده بيعيش الكارما زي ما احنا شفنا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وخلينا نروح للمجموعة التانية. حبايبي اصحاب المجموعة التانية، اهلا وسهلا بالحلوين اللي اختاروا الحجر الاحمر ده او الكروت دي. يلا بينا نبدا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت فتحنا لك فتحا مبينا يا رب، ارزقنا الخير والبشرى من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طاقه الشريك، خلينا ناخد طاقه الشريك. الهانجد مان ما شاء الله. طاقه الشريك ايه اصحاب المجموعه الثانيه؟ الهيرمز. طاقة شريك السكس اوف وانز. الهاي بريست. الثري اوف سوردز. البيج اوف سوردز. الشخص ده حياته واقفة، حياته متعلقة. لو هو كان معلقك في العلاقة فكما تدين تدان، هو حياته بقت متعلقة دلوقتي. لو هو كان حاطط خطط وحاجات معينة كانت علشان تسيطر عليك، هو دلوقتي اتعلق فيه. عارف فكرة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها؟ حرفيا ده اللي بطاقة الشخص ده. الشخص ده قلبه وجعه جدا، مطعون جدا، حاسس بالغدر، حاسس بالخيانة، وحاسس بوجع القلب. عارف القلب لما بيتعصر كده وبيبقى تعبان، هو بيعيش الطاقة دي دلوقتي. هو عمال يواجه نفسه ان اللي هو اللي عمل في نفسه كده في طاقة الثري اوف سورد، هو اللي كان سبب في وجع القلب ليك وليه، هو اللي خرب العلاقة، هو اللي
هو اللي عمل كده. يعني انت كنت هتخسر ايه ان انت تبقى كويس ولا تبقى محترم، ولا حتى لا يا سيدي لو مش عايز تكمل في العلاقة ما تمشي باحترام؟ مين منعك يعني؟ مش فاهمة. انت في طاقته بطاقة السكس اوف وند والهاي بريستس، انت شايفك ان انت شخص روحاني جدا، وانك شخص انتصرت عليه وانتصرت على ألعيبه وعلى تعليقته ليك، رحت انت واخد السيف كده ورحت واخد مقص وطيرت رقبته وقلت له لا يا حبيبي مش انا اللي اتعلق التعليقة السودة دي، فهو تعلق. عارف انا عندي احساس ايه؟ انتوا كنتوا مثلا ماشيين مع بعض في العلاقة، فهو حب لسبب ما في دماغه ان هو يطلع من العلاقة، فطلع يجري 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 وراح داخل مكان وقفل وراه الباب، ولو يا اخيرا هربت منه. ده كان شخص صعب، كانت عايزة تتجوز، كان عايز يتجوز، كان عايز يستقر، كان عايز مني كلام واضح وانا مش عارف اصلا انا عايز ايه. فراح ايه دخل المكان ده وقفل وراه الباب، وان هو كده ايه نفد بجلده وبقى هو عمه الصايع جامد جدا. كويس. وقعد بقى ايه، قعد شويه على فكره كده فرحان بنفسه، وقعد يقول بقى انا كده ايه خلعت، بس خلعت ايه بقى في الخبيني في الجامد في المستخبي كده، عمال يقول لنفسه كده. فلما ابتدى بقى يصحى ويشوف هو استخبى فين اصلا، شاف نفسه ان هو علق نفسه في حته مفروض اصلا ده بره البراح، ده بره الناس، ده بره الشمس، ده بره الناس الطبيعيه، ده بره الكويسين، وهو حبس نفسه مع ناس شبهه، مع ناس شبهه، ناس توكسيك، ناس تعبانه، ناس مريضه، ناس مريضه. هو على فكره بيراقبك مراقبه الجاسوس، عارف لما عارف اللي هو ديفيد كوهين قال اللي مش عارفه ايه ده، هو بقى بطاقه الجاسوس، هو بيراقبك بطاقه الجاسوس. انت بقى ايه طاقتك؟ انت الفور اوف بنتكلز، الداث، ال 10 of pentacles، ال 5 of sword، ال justs، ال knight of cups. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ هو بعد العك ده كله جاي يقولك بيبي انا بحبك، بعد ايه بقى؟ بعد مواجهة، بعد جرح قلب، بعد كلام جارح. تعرف انت كنت مع الشخص ده ازاي؟ انت كنت بتحبه وكان نفسك تستقر معاه وتعمل اسرة وتعمل استقرار، ونفسك على فكرة كنت تشتغل معاه ويعني كنت عايز تعمل حياة متكاملة معاه. كويس. فانت كنت قريب منه عشان انا مع حبيبي احنا ان شاء الله ناويين نتجوز، وانتوا كنتوا متفقين على كده. حلو. ففي وسط ما هو مثلا ماشي جنبك كده يروح طلع موس كده وجرحك، مديك بقى في وشك، مديك في ايدك، مديك في رجلك، مديك في كليتك، في اي حته، فانت ما بتبقاش واخد حذرك اصلا منه. يعني انت ما كنتش واخد حذرك منه، فبتلاقي نفسك مجروح وانت مش مستعد. اصلا انا لما اكون ماشي مع جوزي ولا ماشي مع حبيبي ولا ماشي مع مراتي المستقبليه اخد حذري منها ليه؟ انا مش فاهم. فانت كنت بتلاقي نفسك مجروح ومروح متعور كده ومتشرط وانت مش عارف انت عملت ايه اصلا. فواضح ان هو جرحك كتير جدا، فانت وصلك لفكره ان هو انا عايز حقي، ولو انت مش هتديهولي انا هطلبه من ربنا، وربنا هو اللي هياخد لي حقي منك. ليه بقى؟ الجاستس نازله تحت الثري اوف سورد، ان هو كان في حاجه كانت بيجرح لك قلبك فيها، انت طلبت منه العدل. لما انت تحررت من العلاقه الموضوع ده بقى بيوجعه هو. مش انا بقول لك هو لما دخل وقفل وراه الباب فاكر نفسه كان بيجري منك، وفاكر نفسه هو كده خلع من العلاقه، هو اكتشف ان هو علق نفسه مع ناس سامه وناس وحشه، وانت اصلا اللي واقف في السكس اوف وونز، انت اصلا في الحته اللي فيها، انت واقف في البراح، انت واقفه مع المجتمع، انت واقف مع الناس الطبيعيه.
حاجة تانية في طاقتك ان هو لما بعد وانفصل واختفى من العلاقة معاك انت ما جريتش وراه وانهيت العلاقة في طاقة الضعف. فالموضوع ده وجعه جدا. انا مش انا يا ابني لما انا اطلع بجري انت مفروض تجري ورايا، مش احنا توم اند جيري؟ انت ايه اللي مخلكش تجري ورايا؟ انت بقى حرفيا عارف فكرة ان انت بتغير من الاستراتيجية بتاعتك فالعدو بيتلخبط وبينهزم. انت عملت معاه كده. حتى يا عم الاستقرار اللي بينا مش عايزه. انت بقيت متحفظ جدا، قافل على قلبك، قافل على مشاعرك، قافل على افكارك، قافل على طموحك، قافل على مادياتك. لو هو خد منك فلوس انت خلاص مش هتديله قرش تاني زيادة. انت بقيت متحفظ وقاعد تتفرج عليه. وريني بقى يا حمادة هتفك نفسك ازاي. حرفيا دي طاقتك. بص وريني بقى يا حمادة انت هتفك نفسك ازاي من الغراب اللي انت عايش معاه. على فكرة الشخص ده مجتمعه مش حلو. طيب طاقة العلاقة ايه بقى؟ ما هي طاقة العلاقة الان؟ اصحاب المجموعة التانية الحجر الاحمر طاقة العلاقة ايه؟ لا كتير قوي مش طاقة العلاقة. الكينج اوف بنتيكلز اللوفرز. لا اله الا الله. بيوجعني قوي فكرة اتنين بيحبوا بعض وما عرفوش يعيشوا مع بعض علشان اتربوا، يعني شخص منهم اتربى ان هو ما يعترفش بمشاعره. اصل انت المشاعر بتضعف. طاقة العلاقة ايه؟ في طبعا طاقة منفصلين ومنفصلين ممكن يكون بقى لهم مدة. ماشي. العلاقة دي سبب في صحوة ليكم انتوا الاتنين، سبب في صحوة ليك وسبب في صحوة لي. الصحوة اللي ليك هي عبارة عن upgrading في مستواك الروحي. انت ممكن تكون شخص روحاني اصلا ومشيت شوية في موضوع الروحانيات، فالصحوة اللي حصلت لك نوع من انواع الابجريدنج. نسخة افضل منك، عندك مواهب توسعت اكتر، بقيت اكثر حرفية. الرادار بتاع انك بتلقط الاشارات والتخاطر وان انت بتعرف الماورائيات ديت انت بقيت محترف فيها اكتر. طيب ده بالنسبة لك. طب بالنسبة له هو ايه؟ بالنسبة له هو ليالي مظلمة، بالنسبة له هو ألم، بالنسبة له هو وجع، بالنسبة له هو عزلة بعيدة عن الناس، بالنسبة له هو ابتدى يبص على المواضيع من نظرة تانية. على فكرة لو انت عايز الحقيقة، الشخص ده حقيقته اللي هو الطينة بتاعته قلبه، هو بني ادم مش وحش. امال ايه اللي وحش؟ ان هو مش عايش بقلبه، عايش بأفكار المجتمع اللي هو عايش فيه، عايش في فكرة القطيع الوعي الجمعي، فهو مش عايش بشخصيته، فبقى مؤذي، فبقى وحش. فهو دلوقتي بيعيش الليالي المظلمة اللي انت على فكرة ممكن تكون عشتها من سنين، هو لسه ابتدى يعيشها الآن. طاقة العلاقة ان انتوا احباب وعشاء، و انتوا الاثنين بتحبوا بعض وانتوا الاثنين بينكم جذاب، وممكن تكون علاقه قدريه وعلاقه كان فيها سعاده وحب وضحك وانجذاب. انتوا الاثنين مش قادرين عليه، يعني كنتوا على طول بتضحكوا من قلبكم وعارفين الفكره. طاقه العلاقه فيها uncertainty، احنا مش عارفين العلاقه دي رايحه على فين، الموضوع ده في ايد ربنا. فكرة الانفصال اللي انت عملته وان انت نهيت العلاقة لما هو خد جنب وحب يعمل حركات عليك، حس قد ايه ان هو مقيد وان هو عاجز. الشخص ده
حاسس ان هو عاجز، عاجز ممكن يكون في علاقة زوجية، الكينج اوف والكوين اوف بنتيكلز، عاجز ان هو مش عارف يعمل لك اللي انت عايزه، عاجز ان هو يديك الاستقرار والجواز اللي انت بتحلم بيه، حاسس قد ايه ان هو عاجز باختصار. تعالوا كده ناخد من الاوراكل ديت، خلينا نشوف عايزين يقولوا لك ايه. كل دول عايزين يقولوا لك كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سترينث بيقول لك القوه والشجاعه، يعني القوه. بيقول لك اي حاجه انت عشتها في حياتك ده كان خلاك اكثر قوه وشجاعه. يعني كل اللي انت عشته في حياتك خلاك ان انت في قوه وفي شجاعه. يعني انت ممكن ما كنتش تقدر تاخد الموقف القوي مع الشخص دوت لو انت بشخصيتك القديمه، لكن انت شخصيتك القديمه اللي قوتك خليتك تاخد الموقف الحاسم ده. فبيقول لك يعني انت ما تزعلش، الحياه كلها عباره عن دروس، والدروس اللي انت خدتها اللي خلتك قوي وشجاع خلتك تعرف حق تاخد حقك النهارده. بيقول لك استادي، لو انت بيقول لك يعني اهتم بروحانياتك، اهتم بشغلك، اهتم بدراستك، لو انت بتعمل ماجستير او دكتوراه او انت لسه بتدرس حتى، بيقول لك اهتم بالمذاكره اللي انت بتعملها، ما تقعدش تفكر ما في الشخص دوت وهيعمل ايه ويسوي ايه، شوف مصلحتك فين. يعني مارس اليوجا، مارس اليوجا او التمارين بشكل عام. طيب الشخص ده عايش ازاي في حياته دلوقتي؟ هل حياته مستقرة؟ هل سعيد؟ هل نجح بعد ما خد القرارات اللي اخدها معاك؟ هل هو كده مبسوط؟ هل شايف كده ان هو كسب في حياته ولا خسر؟ الشخص ده بيعيش ازاي دلوقتي بعد القرارات اللي اخدها؟ اول حاجة نزلها لك يا معلم الفايف اوف بانتيكلز، الناين اوف بانتيكلز، السكس اوف كابس، الويل اوف فورتشن، الكوين اوف كابس، الثري اوف بنتيكلز. اول حاجه الشخص ده بيعيشها هو عايش الخساره، عايش الهزيمه، عايش الوحدة، عايش اليتم، عايش ان قراراته مدمرة حياته، وان هو طلع غبي غبي لما خسرك، وان هو ما خدش معاك الموقف اللي انت كنت مستنيه معاك. الشخص ده خسران ومهزوم وتعبان وحاسس ان هو عاجز وحاسس بالفشل، هو حاسس حرفيا بالفشل، وان هو شخص غبي لما خسرك. في وقت ما هو خسرك انت ربنا فتحها عليك، انت في الناين اوف بنتيكلز، انت في الوفرة والرزق والدلع، وانت شكلك بقى حلو، انت جسمك حلو، انت طاقتك حلوة، انت مشع مبهر منور. الفرق بينكم كبير قوي. هو في طاقة الفايف اوف بنتيكلز في الصحراء، وحتى الشجرة اللي كانت مثمرة ديت ما عادتش بتطلع حاجة وبقت ارض بور، وفي تلج وفي برودة ومفيش حاجة دافية في حياته. وانت بص انت في طاقة الشمس والنور والخضرة والبنتيكلز الكتير والبيت والوفرة، ومعك المرشد بتاعك، وعندك الأخبار الحلوة، وعندك الحياة الحلوة. الفرق بينكم كتير قوي. وأكتر حاجة وجعاه كمان فكرة الفرق، فكرة المقارنة، فكرة ان انت في الوفرة وهو في الخسارة. بيعيش ازاي؟ بيعيش الندم،
انت وحشه قوي 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 قوي، وحشه انت، وحشه حبك، وحشه قعدتك، وحشه ضحكوكوا سوا، وحش لو انتوا كنتوا بتسافروا سوا او بحكم الشغل بحكم اي حاجة ان انتوا سافرتوا سوا مثلا. هو وحشه فكرة ان انتوا طالعين القطر وطالعين مش عارف ايه وبتشدوا الشنط وبتاخدوا الباسبور، انت وحشه وحشه. لو انتوا كنتوا بتعملوا اكل سوا مثلا وحشه، وحشه فكرة اي حاجة كان بيعملها معاك وحشه. على فكرة الشخص ده بيحبك جدا وعارف ان انت شخص حنين وان انت كنت بتحبه وان انت كنت سوفت، كنت رقيق قوي معاه، كنت حنين، كنت بتدلعه، كنت بتهشتكه، كنت بتقوله ايه الحلاوة دي، ايه القمر ده، كنت بتديله ثقة في نفسه، كنت انت الوحيد اللي معبره في حياته تقريبا. حتى لو متجوز، حتى لو متجوز، حتى لو ابوه وامه يعني بيصرفوا عليه قد كده، بس هو عمره ما خد الحنان والحب، ما خدهمش غير منك. حاسس ان هو ان انت كنت الحظ في حياته، ولما انت مشيت هو بقى عايش في التلج وفي الوحدة وفي الفقر وفي اليتم وكل حاجة. حاسس ان انت لما مشيت خدت كل الخير معاك، حتى الشمس انت خدتها، ما عادش عنده شمس. وفي شمس ويبقى في تلج كده؟ مفيش، ما عندوش شمس. عرفت بقى ليه هو كان طالع في طاقة الهرمت؟ حتى الهرمت اصلا اللي كانت في طاقته كانت في وسط التلج برضو، في وسط النوير كده. حاسس ان اللي بيحصل فيه ده دلوقتي حقك وذنبك بحكم القدر، يعني مش انت اللي خدت حقك، ده ربنا خد حقك منه، وانت قاعد في سايب ايدك، وانت كده في الكوين اوف كابس وفي الناين اوف بنتكلز، انت قاعد برنس، انا قاعد في مكاني، انا ما اتحركتش. حاسس ان انت اديت له ظهرك من كتر ان في عائق ما بينكم في طاقه الثري اوف بنتكلز. هو بيحاول على فكره يشغل نفسه في الشغل في كذا في كذا، بس هو قاعد يحسبها اللي هو لو بقى معاك هيخسر ايه، يعني حتى هو بيحسبها عمال يحسبها هيخسر ايه ويكسب ايه، يعني سبحان الله. طب ايه تاني من اسراره اللي هو مخبيها عنك؟ ايه تاني من اسراره اللي مخبيها عنك مش عايزك تعرفها؟ ايه تاني من اسراره اللي مخبيها عنك اللي مش عايزك تعرفها؟ بسم الله. التو اوف كابس بيحبك قوي يا ساتر، الكينج اوف سوردز، الناين اوف واند، الستار، الايس اوف واند، الايس اوف سورد. الحاجه اللي هو مش عايزك تعرفها من اسراره في الوقت الحالي ان انت التو اوف كابس، ان انت كان بيحبك قوي، كان منجذب ليك جدا، كان شايفك شريك الروح، روح القلب، العمر، الونس، الحب الحقيقي الدافي اللي فيه امان، اللي ليه مستقبل، اللي هو مش خايف منه. بقى شايفك ان انت بقيت حاجة عالية جدا، نجمة في السماء، هو ما بقاش طايلك، طاقتك ارتفعت جدا. مش قلتلك هو حصل لك ابجريد؟ لما انت حصل لك الابجريد دوت، انت بقت طاقتك عالية جدا، هو حتى مش عارف يتواصل معك بالروح، ولو تواصل معك انت بتصده وجع قوي. فكرة ان انت بتصده وان انت حطيت له، ان انت قاطع معاه، وان انت ما بقاش عندك الشغف بتاع زمان وما عندكش الطاقة بتاعت زمان، هو وجعه قوي، وجعه قوي ان هو كان بيتعامل معاك بالرجل الآلي اللي ماسك اللي لابس البدلة الحديدية كده ورفع سيفه وعمال يقول لك بالعقل. والشخص ده عنده شنب، لو الرجل اللي يعني اللي في الموضوع عنده شنب، شنب او سكسوكة على فكرة. وممكن يكون بيحب الطيور، الصقر او النسر او حاجة، الرجل اللي في الموضوع سواء انت اللي بتسمعني او بتسمعي لحد. ان هو الرجل دوت او الشخص اللي بتسمعه ده عمره ما بين لك مشاعر. اصلا هو لو كان قالك بيحبك يبقى هو اتورط معاك في العلاقة، يبقى انت هتقوله يلا يا بيبي نتجوز، فهيقولك لا بيبي مش عايز يتجوز. طب هو كان بيحبني، ده كان عاشق والهان، طب ليه ما قالش؟ عشان ما يلتزمش.
طب هو ده عادي؟ لا دي اسلوب نرجسية، ناس طبعا مش طبيعية، اوعى تفتكر ان ده عادي. لا طبعا مش عادي، لا طبعا مش عادي. امال ليه هو عايش الليالي المظلمة وعايش الجاستس وعايش الكارما والحاجات دي كلها؟ عمال يقول ازاي انا كان عندي بيني وبينه انسجام والشهوة والكذا، وهو بقى عادي كده ومش فارق معايا. هو طاقته عالية جدا عليك جسديا وانت بارد، يعني انت مش حاسس اصلا، انت بتصده في كل حاجة، انت مش طايق، ويمكن يكون عندك نفور منه كمان. طيب نواياه وخطواته ايه بقى؟ المون، انا اللي شايلة البتاع مقلوب. اه سوري يا جماعة، انا اللي الفور اوف سورد، البيج اوف واند، سكس اوف بنتيكلز، السيفن اوف واند، الهاي بريست. نواياه وخطواته ان هو نفسه يتشافى، وعلى فكره الشخص ده تعبان جدا وعايز يختفي شويه، عايز يشوف هيعمل ايه وهيتقدم اتجاهك ببطء، بس هيكلمك ان شاء الله. بس الحاجه اللي هو معطله في النايت اوف بنتكلز، هو مش عارف يدافع عن نفسه معاك، مش عارف يقولك ايه. يقولك انا بعتك ليه؟ ولا يقولك انا كنت بارد وقاسي معاك ليه؟ ولا يقولك انا كنت مفضل العيلة او الطرف التالت عليك ليه؟ ولا يقولك انا اختفيت منك ليه من غير ما اقولك مثلا؟ او ليه انا انفصلت اساسا؟ هيقولك ايه بعد ما انت في طاقتك الروعة ديت وهو في الطاقة المنخفضة كده؟ هيقولك ايه؟ هو حتى مش عارف هو المفروض يقول لك ايه، فهو مش عارف يدافع عن نفسه، هو نفسه يكلمك ونفسه ياخد معاك خطوة، بس بيخطط لك، فعشان كده تقدمه بطيء، وهتلاقيه في الوقت الحالي مختفي مش على الرادار بتاعك، وانت اصلا مش فارق معاك. يعني عايز اقول لك، يعني بيقول لك نوتس ذا ساين، خلي بالك من العلامات. بيقول لك احنا بنبعت لك علامات انت اوريدي بتستقبلها، زي احنا بنوقع لك ريش مثلا، بتلاقي كوينز او اي علامات بنوقعها في طريقك عشان نقول لك انت مش لوحدك في الموضوع ده واحنا بنحبك. ايه الدلع ده كله؟ ايه القمر ده؟ واو، لايف بيربس، الهدف في الحياه. العلاقه دي على فكره ليها توقيت الهي، وكل حاجه بتحصل بتوقيتات بتاعت ربنا. بيقول لك البيربس اوف يور لايف، انت هدفك من الحياه ان انت تخدم تخدم بالطريقه اللي بتجلب السعاده ليك والاخرين. يعني انت ممكن تكون اصلا شخص فرفوش، شخص دمك خفيف، شخص ناجح، شخص معطاء، انت بتعطي. فبيقول لك من اهدافك في الحياه ان انت بتجلب السعاده والجوي، الفرحه ليك وللحواليك، انت شخص حلو، يعني انت طاقتك ايجابيه. فبيقول لك ما تقلقش خالص عن فكره ان انت تلاقي هدفك. بيقول لك ركز بس على خدمه الهدف ده، والهدف هو اللي هيخدمك. يعني يعني انت ركز في موضوع ان انت تبقى فرفوش ودمك خفيف وبتجلب السعاده ليك وللاخرين. بيقول لك طول ما انت بتعمل كده السعاده هتجيلك، وكل حاجه الخير كله هيجيلك ان شاء الله. عجبتني قوي الرساله. انا كنت لسه بقول لك ايه، انت اللي عندك توقيتات الهيه في الحياه. بص الساعه الرمليه دي رد عليك، قال لك ايه يا معلم؟ بيرفكت تايمينج. بيقول لك ده الوقت المناسب ان انت تتحرك وتشتغل على الارشادات اللي بتجيلك. بيقول لك كل الابواب دلوقتي مفتوحه قدامك. بيقول لك انت بس اتحرك وامشي خلال الابواب اللي انت عايزها علشان تروح الناحيه التانية. بيقول لك ما تتاخرش، ما تتعطلش، ما تترددش، وكل مقومات والانجريدينتس للنجاح بتاعتك هو موجود. كل حاجة وكل شخص في حياتك دلوقتي موجود ان هو يدعمك ويرزقك كده ان شاء الله البوزيتيف اوتكم، اسمها ايه؟ البوزيتيف اوتكم اللي هي النتائج الإيجابية. النتائج الإيجابية. Trust your wisdom، انت شخص حكيم،
كرييت سايلنت، خليك ساكت، ما تاخدش اي موقف مع الشخص دوت، خليك مبتعد، شوف حياتك ايه. انفايت بيس، ادعو للسلام. انت اصلا شخص دلوقتي خلاص انت انتصرت وارتفعت في الروحانيات، وهو بيعيش الليالي المظلمه وهو مختفي، بيقول لك بقى ايه، خلي الوضع كما هو عليه، كرييت سايلنس وانفايت بيس، ما تعملش اي حاجه، خليك انت على موقفك ده. احنا كده خلصنا، يا رب تكون قراءه موفقه وعجبتكم ولمست قلبكم، ولو حتى صغيره جدا ما تنسوش يا حلوين اللايك والاشتراك في القناه. خلينا اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.